السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال جميل جالي، هل بيم يقدر يحل مشاكل الطرق أو مشاكل المياه والدرين على مستوى مدينة؟ ده موجود، هو جزء من البيم، بدأوا يسموه CIM، بدأوا يسموه Civil Information Management أو City Information Management. المهم إن هو خد اختصار CIM، سي دي اختصار ايه، في اختلاف عليه. على سبيل المثال تقدر تعمل سيموليشن للطرق وللسيارات، هل السيارات دي فعلا هتقدر تمشي بالمسار دوت، ولا محتاج ان انت تزود الزاويه شويه، تزود الانحناء ده شويه، المايه هل هتكفي كميه المايه اللي موجوده ولا لا، فبتعمل سيموليشن تشوف المايه دي هتكفي، الصرف المطر ده هيكفي كميه المطره اللي جايه في الوقت ده ولا لا. فده بيحل مشاكل، يعني احنا شايفين المشاكل موجوده وفي كل المدن، يعني في القاهرة وفي اسكندرية وفي المدن الجديدة زي العاصمة الإدارية الجديدة زي القاهرة الجديدة، وموجود في الدوحة وموجود في السعودية في أكتر مكان. فالمشكلة موجودة جدا في أماكن كتيرة جدا، والحل بتاعها إن احنا نعمل لها سيموليشن، والحل إن احنا نبدأ نشوف حلول للموضوع دوت أثناء التصميم مش أثناء التنفيذ. نبدأ نشوف الانحناء، كمية المياه اللي هتنزل دي هتتصرف ازاي، ومعدل التصريف والحاجات دي كلها. فكل الحاجات دي بنقدر نعملها من خلال البيم، لو حد عنده اي شبكه نقدر نعملها له ونوريه ازاي المشاكل دي كلها تقدر تتحل اثناء التصميم مش بعد ما الناس تسكن في المدينه.